جلدة محروقة، حمورية، التهابات وجه منفوخ. إذا درت هكا على خدي اليمين، خدي يلصق في المخدة. قلت لك دمالة حشيكم، دمالة. هذه النتيجة. والأسباب هي مثلا غبرة في حكك، ولا مسحيق، وبومضات على كل لون يا كريمة. يحب يسمن، يحب يضعاف، اللي يحب يقوي قدراته الجنسية يشي زادة ديستيميلون سيكسوال من الانترنت، اللي هي ظاهرة هذية غريبة وغريبة جدا. مواد صح وحتى دوايات بين المقلد والمضروب تتباع شهر نهار في الفيسبوك، ودوايات تتباع في مواقع التجارة الإلكترونية المعروفة، وقت اللي أصلاً ممنوع تتباع في الصيدليات التونسية. C'est un produit de contrebande, c'est un produit de contrefaçon, c'est un produit dangereux pour les citoyens tunisiens. ما عندهم حتى ترخيص. تبعنا المواد هيك. شريناه. وفهمنا كيفاش وين تتصنع. مرحبا بكم في خفايا أدوية على قارعة الطريق. كيما كل صيف في تونس وخاصة الأعوام الأخرى، السخانة تمشي وتزيد والشمس حامية أكثر وأكثر. هذاك علاش برشا توانسة يحاولوا يحميوا رواحهم منها، كان في الشارع ولا في البحر. والحل هو ليكرون سولير. الشمس قريبة حرقانة، والصهد في كل مكانة، والناس تعاني عرقانة، والبحر هو العنوانة، فيه رجال تتمخثر بصدور نفخانة. إشهارات وإعلانات بالآلاف تغزو الفيسبوك في تونس، المنتوجات فيها لتظهر ماركة معروفة وفيها الإله. التونسي اليوم يشري في برشا مواد من الانترنت، يحب يسمن، يحب يضعاف، برشا مواد أخرى مثلا إكران توتال، دي كريم، اللي يحب يفتح البشرة نتاعو، دي زيكران معناتها على أساس باش يحميو روحهم من الشمس، دي كريم، برشا حاجات. انطلقنا في البحث على المواد هذه، تبعنا إعلانات بالعشرات على فيسبوك، فرص الدوخ، دي برومو وتخفيضات بالبنت العريف. المواد من ماركات معروفة أسعارها في الأصل توصل للضعف. زعم شنو ينجم يكون مصدر مواد كيما هذه؟ اتصلنا بواحد من اللي يبيعوا فيها على الفيسبوك. ما زالت موجودة البروموسيون ولا؟ بيان سور 76. إيه تو برودويت صحاح ولا دوزيام شوا؟ بتبيع صحاح، خاطر السوم ظهر لي أقل من العادي. هي ما احنا نشرو فيه برخيص، هذاك علاش نشرو فيه من برا ولا من تونس؟ معناتها من برا، بالبرا خي تونس ما عندناش، نجيبوه من تونس كله من برا او يجيو عن طريق ليبيا. مواد مهربة من القطر الليبي حسب كلام، وهذا اللي يفسر بالنسبة ليه اسوامها رخيصة. هذا اعلان اخر، المرة هذه على موقع ويب، غسول مرطب للبشرة من ماركة معروفة، سومو 145 دينار، اما بعد التخفيض ولا 99 دينار. الفارماسي قيتو 150 دينار، وقيتو حتى اغلى، قيتو يوصل حتى 197 دينار، وقيت اون لين ان سيت دي فونت اون لين احسن سومه جوني، قيت 199 دينار. 199 دينار و 150 مونطا كبير، ماني ماشي شويه. كيما سمعتوا سلوى كيما باش نسميوها شريت المنتوج هذا بما انه ارخص من الصيدليات. شنو اللي صار من بعد؟ عملت البرودوي مرة برك الحقيقة، بعد جاتني قضية في الفارماسي، هزيتك البرودوي ومشيت للفارماسي، حبيت زيد نقول له راه قدرت قداش حبيت تبيعلي وانا قداش شريت، ما راني الا جبت البرودوي الاوريجينال اللي هو يبيع فيه، وقعد يوري فيا الفرق بين هذا وهذا. اللي شراته سلوى من سيت انترنت هو هذا، واللي بجنبه على اليمين هو المنتوج الاصلي. اول حاجة، بما انه هذا المنتوج مورد من الخارج
ومش مصنوع في تونس فإنه وجوبا يلزم نلقاو فيه التيكي هذي، واللي نلقاو فيها الماركة، المستورد، الموزع والعنوان متاعه. إذا ما لقيتش التيكي على الباكو كيما الباكو هذا، فإنه هذا يدل أنه هالمنتوج غير أصلي ومضروب. وفما مؤشرات أخرى نجم تكشف لنا المنتوجات المقلدة واللي سألنا عليها. بالنسبة لمواد الصحة كيبداو مستوردين لازم تكون فيهم التذكرة متاع الاستيراد، شكونوا الشركة المستوردة لهم تكتب، وتكتب نمرو الرخصة، خاطر كيبدا مواد مستوردة مواد صحة ياخذوا رخصة سكون أبل أوتوريزاسيون دو ميس على كونسوماسيون، دوك يكون حتى النمرو مضبوط. دوك هذا وندخلوا في وزارة الصحة نجمو نعرفوا في إدارة الصيدلة والدواء نعرفوا لي زايم سي هذوم الكل وبالنمرو نتاع له، يعني اسم البرودوي ونيميرو دو لو نتاعو. دوك انت كي تنجم كي تشري تثبت النيميرو دو لو، كان لقيتو مسجل في إدارة الصيدلة هذاك راهو صحيح خاطر خد الرخصة، كان ما لقيتوش سيكو هذايا مادة مقلدة. إذا سلوى اللي شريت المنتوج المقلد هذا ما ضرهاش كيما ما نفعهاش، فإنه فما ناس اختارت منتوجات مجهولة المصدر وباش يتضروا، كيما المواطنة هذي اللي شريت مواد لإزالة الشعر. الباج هذي بعت لي بودر حرقت لي سقايا، ومن بعد قالت لي اشري بوماد من الفارماسي، وفي الفيديو قالوا إلو البرودوي ناتوريل ما لا خدمة فريمون ديسو. اتصلنا بالصفحة اللي تبيع فيها من حساب وهم، طلبنا المنتوج، وصل لنا يعطيك الصحة مبروك هذيك، وتسلمناه ساشي مكتوب فيه اسم الصفحة اللي كمندينا من عندها ورقم الهاتف متاعها. وهذا شنو هو لقينا في وسطه؟ ثلاثة حكوك، دبوزة فيها ليكيد وأدوات لإزالة الشعر. الحكوك والدبوزة ما عليهم حتى معلوم، لا التركيبة لا المصنع ولا كودابار. وهذا شنو لقينا في وسطه؟ زوز فيهم غبرة وحكة فيها كريمة. مواد كيما هذه ما تنجم تكون كان تصنعت بصفة تقليدية أو عشوائية، فوين تنجم تكون تصنعت بالضبط؟ توصلنا لوحدة من الشهادات، عايدة كيما باش نسميوها. مش لانسي مشروع جديد عبارة على دي برودوي كوزميتيك سيرتيفي، عبارة على سيروم وكريم وجيل نتويون، واحدة للأنتي آج وواحدة إكليرسيسونت. الكمبوزيسيون تاع كل برودوي ما بين سيروم وما بين هي تكستور هي أودور هي فيسكوزيتي اتسترا سلون تابلور اللي هي بعثتهولي. اتصلنا بالشركة وتأكدنا من التمشي اللي يستعملوه باش يصنعولك مواد صحية. انت حسب لي بارامتر اللي باش تقول عليهم، مثلا دان بوين دو تيكستور دان بوين دو اسبي دان بوين دو فونكسيوناليتي دان بوين دو فورم انسي دو سويت دونك لو كولوم ان جي دونك فو بروبوزي ان بروميير اشانتيون ان دوزيام اشانتيون انسي دو سويت با بيزوان دتر ان اكسبير ان لا ماتيير جان في دير سي جوست لا ديمارش تمشي من سيرفس لا وتكون مفهومه سورتو وتمشي من سيرفس لوسكا ابوتير او برودوي فيني. بعد الاتفاق على التركيبه عايده قاعده تستنى في لي اشانتيون حتى وصلوها. بعثوا لي الفيرسيون الاولى سيروم اي كريم اي ماسك نلقاهم جارين، معناتها جارين الفيسكوزيتي ماهيش مريقله ماهيش بارفيت نتاعهم مش كيما اللي حكينا فيها في الطابلو. قال لي جمعتين نبعث لك الفيرسيون الثانيه التكستور نتاعهم اعقد شويه. لكنها قبل ما تقوم بالتسويق لمنتوجها قررت انها تجرب، وهكا كانت النتيجه. وجهي احمر وتنفخ لدرجه انه ولا مربع، هاك عندك تصاور وجهي احمر فلفت كانه حاجه وحرقتها، نوم على ظهري اذا درت على خدي اليمين خدي يلصق في المخده، قلت لك دماله حشيكم دماله. اضرار عانيت منها عايده لاشهر طويله وصرفت عليها برشا فلوس باش داوات وجهها. فما ناس شكات، فما برشا ناس جات شكات كوسوسوا للنقابه ولا حتى في الصيدليات ومشاو زاده للطب
الخبراء التجميل الكل يلقاهم حروق من درجة أولى وحروق من درجة ثانية. اللون ما يقولكش، يقولك أنا استعملت برودوي طلع لي هاك، يحشم باش يقول لي خذيت برودوي كونتروفي، خذ فيق بروحه اللي عمل الغلطة. وهذا مثال آخر، الفيديو ترويجي في واحدة من الصفحات على فيسبوك. السيدة تعبي في الحكوك بالكريمة وتروج للمنتوج متاحها. شوفوا كي التكستور متاحها، ريحتها بزيت الجوجوبا وزيت الجلجل. اللي يحب على الكريم يتعدى الانستغرام، يكمدي من الانستغرام ويصبر شويه خاطر تبارك الله عادي غادي شويه خاطر السلعه ما زالت بسم الله ما شاء الله هاك مطراف السلعه. طريقه تصنيع عشوائيه تخلينا نتسائلوا كيفاش السيده هذه توصلت انها تصنع مواد كيما اللي تروج فيها. الغريب هو اللي اكتشفناه في الاطار هذا، نجم تتعلم صناعة المواد هذه في بضعة سويعات وانت زاد تولي تبيع على قارعة الطريق. هذه واحدة من الدورات التكوينية اللي تعلمك الصنعة. اي نعم، صنعة كما سماوها، تصنع كريمة ضد التجاعيد وكريمة ضد البقع السوداء وواحدة أخرى ضد الحبوب والزيكرون سولير والشامبوان بأنواع والسيروم وأنواع الصابون وغيرها وغيرها. هذاك علاش اتصلنا بالرقم الخاص بالتسجيل في الدورة التكوينية هذه. قداش تقعد الفورماسيون بالضبط؟ 3 أيام. 3 أيام؟ إيه. و470. سامحني قداش فلوس؟ 400 دينار و70. يتعلموا لي زارتيكل هذوكم اللي مذكورين في النانوس. هيكم الكل يخدموا عليهم فهمت؟ في 3 أيام برك نجم يعملوهم هذوكم كله؟ في 3 أيام برك؟ أبري 100% براتيك كونتيتي معينة بعد هما بيان سور سوايد وبليه ولا يعملوا تريبل ولا يعملوا فهمت المهم ياخذوا هما الحكار الصحيح. قداش باريكزومبل من جرام قداش معناها كل برودوي بالحكار نتاعو قداش؟ تعطيهم هي الفورميل كاملة من كريمة الوجه للصابون للغبرة الكل تنجم تتعلمه في 3 أيام برك. وهذه صور توثق البراتيك كيما قالولنا، هكا يعلموا في الناس دباب زماء، مسطل، حكوك حديد، حكة شوكولاتة وتورنوفيس. وانتوما تنجموا تفهموا اللي يتعلم في ظروف كيما هذه شنو ينجم يصنع ويبيع من بعد. دبوزة ومقصوصة وسطل وحكة متاع شوكولاتة وكل شيء نورمال، معناتها انت يستعملوا برودوياتك كيكا. الو ديجا تواني نشوف معك في التصاور. فما حكه نتاع شوكولاته هكا صفراء ثلاث مرات ولا بوزه ما انت باش تمشي تخلط لي برودوي فهمت ديجا فرماسي ستوريك ما حتى كيفاش تعمل تعقيم وكل شيء. فوضى سوق ودلال ومواد صحه تتباع في نصب الكترونيه. مش هذا برك، حتى الدويات زاده موجوده، هذوما زوز ادويه سياليس وكاماجرا كانوا معروضين للبيع في موقع تجارة إلكترونية معروف في تونس. زوز أدوية يتم وصفهم للرجال اللي عانيوا من مشاكل جنسية. C'est un produit de contrebande, c'est un produit de contrefaçon, c'est un produit dangereux pour le citoyen tunisien. زوز ما عندهم حتى ترخيص. حتى في الفارماسي ده. حتى بالطبع. الدواء هذا كاماجرا مصنوع في الهند. وهو الدواء الجنيس للفياجرا، يعني المفروض ما يتباع إلا بوصفة طبية وفم خطر كبير في حالة استعماله بجرعات زايدة. باختصار الدواء هذا ينجم يقتل. إذا هذه أدوية تتباع على موقع تجارة إلكترونية معروف، فإنه اللي توصل ناله أخطر وأخطر. للي عندها الكحولية في زنانتيم في وجهها سرتوك الدسة بالحق بالخاص الدسة والكلف وكالدسة متاع الحبيلة والكحولية اللي تجي في الرقبة والكحولية اللي تجي في الضبابط في زنانتيم انتي حتى تراس العملية تراس حرقة اي نعم تنحيها وتقضي عليها في ايامات معدودة. نفس الكريم يداوي الكلف الدسة الكحولية في الرقبة والإبيطين وحتى في المناطق الحساسة كيما الأعضاء الحميمية. إيه نعم، هذاك علاش قررنا نتصلوا بالسيدة هذه ونشريوا منها المسحوق العجيب
أكدنا الطلب وبعد نهارين سلمنا المنتوش. ربعينك ساشي ما فيه حتى معطى على مصدر المنتوش. اسم اللي بعث لنا الكولي مختلف على اسم صفحة الفيسبوك اللي شرينا منها، لا رقم هاتف لا ماتريكول فيسكال، باختصار مصدر مجهول. وتو نفهمه من بعد علاش. حلينا الغلاف، باكو مكتوب عليه أنه مصنوع في مصر، تاريخ نهاية صلاحيته بعد أقل من أسبوع من اللي يوصل لنا، وحتى شيء ما يأكد أنه يعالج كل الأضرار المذكورة في الإشهار متاعه. هذاك علاش استشرنا طبيب مختص. نجم شكون التريت لي زون الكل سورتو لا زون انتيم، عنا لي زون انتيم فما لي زيسي وكل شيء، تكستور نتاع الجلد ماهيش كيف كيف، دونك ما نجموش كيما اون ابليك في الوجه وفي اليد كيما نحطو في بلايص اخرين، معناها تحكي في حاجه اللي ماهيش صحيحه. والحاجه الثانيه ديجا كي تشوف فيديو معناها تي بريزونت لو برودوي والفون تاع الفيديو تفهم معناها لك في فارماسي لك في باغال لك في برودوي ما عاد عباد سبيسياليزي. المنتوج هذا اللي يتباع على فيسبوك وهاكم تشوفوا الاعلانات عليه وين وكيفاش تتصور، هو دواء. اي نعم الدواء، واذا متحصل على ترخيص من وزارة الصحة فانه بيعه ممنوع اصلا خارج الصيدليات. مدام انا ما عطيتوش الامام ما خداش الرخصة وما مشاش في البروسيدور اللي قاعدين نخدموا فيها في الوكالة، راه بالنسبة لي انا خارج السرب. وكان ما عندوش الامام هو الفارماسيان il ne peut pas vendre، ما ينجمش يبيع ان برودوي ما فيهش ان امام وما فيهش الرخصه. الصيدلي هو المخول الوحيد علميا وتقنيا انه ينصح بها المريض. علاش؟ على خاطر يعرف شنو الاسئله اللي لازم ينشدهم له باش يعرف اسكو الدواء هذاك يمشي معاه في الوقت هذاك، اسكو المريض هذاك ياخذ في دوايه تنسيون، ياخذ في دوايه سكر، عنده غده، اسكو الدواء اللي باش ينصحوا به الاخر باغ اكزومبل نتاع الجريب ولا نتاع الغيوم ولا يمشي مع دواياته الاخرين اللي ياخذ فيهم. وهذاك علاش وزارة الصحة سحبت الدواء هذا مع 8 دوايات اخرين بتاريخ 4 ماي 2019، لكنه يتباع على فيسبوك ومن غير ما تعرف اصلا شكون اللي باع لك المنتوج، بما انه كما قلنا لكم ما فما حتى معلومة تدل على مكان الاشخاص اللي يبيعوا فيه. تلقى الباج سكرت وصارت كي يجي عاود يكلمهم نمبر التليفون تسكر. الجراج هذاك اللي شريه من عنده ووصلوا له بيان سور يوصلوا له بالفلوس كيف كيف، ما فماش حتى تخسابيليتي. وهكا غدوه اذا يصير لك اي ضرر ما تنجم تلقى حتى حق. واقع يخلينا اليوم نتساءلوا شنو اللي خلينا نوصلوا للوضع هذا في تونس؟ كيفاش مواد صحة وحتى دوايات تتباع في نصب إلكترونية؟ علاش المنظومة القانونية الصحية ما تبعتش تطور التجارة الإلكترونية؟ وخاصة وين مصالح الصحة والتجارة من الأدوية اللي تتباع على قارعة الطريق؟